عندنا مشاركين 14 دولة من الدول العالم كله، من أقوى دول موجودة في العالم في لعبة الاسكواش. وإحنا طبعاً دي مش أول بطولة إحنا ننظمها، إحنا قبل كده الاتحاد الرياضي المصري للجامعات نظم بطولة العالم الاسكواش 2008، وطبعاً إحنا أبطال العالم ومعانا اللاعبين بتوعنا اللي فازوا بهذه البطولة. معنا الدكتور رامي عاشور، الأستاذ رامي عاشور النهاردة موجود، اللي هو كان أول البطولة الجامعية اللي أقيمت 2008. الجامعة استعدت عن طريق ملاعب نادي نيو جيزة بأعلى مستوى من الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح هذه البطولة، وده ضمن خطة بنتمنى أنها تكون قومية، أن تقوم الجامعات الخاصة بدور أكبر في دعم الرياضة في مصر، وخاصة أن الجامعات الخاصة بصورة أو بأخرى إمكانياتها المادية تسمح لها بذلك. فإحنا بنرحب بالأبطال وبنرحب بالبطولة، وبنأمل أن البطولة تطلع على أعلى مستوى يشرف مصر ويشرف المصريين كلهم والجامعات المصرية، لأن الجامعات في العالم كلها هي قطرة النمو في مجال الرياضة تحديدا. البطولة بتقام على ملاعب نادي النادي وملاعب نادي نيو جيزة. بيتعاون معنا في تنظيم هذه البطولة جامعة نيو جيزة، بيشرف على البطولة وزير وزارة الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، ثم التعليم العالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. احنا طبعا في وزارة الشباب والرياضة وكتوجهات مع الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي ان احنا نكون داعم أساسي في هذا الاتحاد الرياضي للجامعات، واتحاد رياضي بيتبع وزارة الشباب والرياضة وبيروسه مع الوزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، اللي احنا كل الشكر والتقدير لهذا الاتحاد وعلى دوره واهتمام وزارة الشباب والرياضة بالرياضة الجماعية والرياضة المدرسية. الاتحاد الرياضي كان الحمد لله كان له السبب ان هو استضاف بطولة العالم للسكواش في 2008، وان شاء الله السنة دي هتكون بطولة موفقة بإذن الله لهذا الاتحاد، ونتمنى كل التوفيق للأبطال المشاركين معنا من منتخبات الجامعات المشاركة في هذه البطولة، كل التوفيق ليهم. حدث مهم وما بيحصلش كل يوم ان احنا ننظم بطولة عالم، دي حاجة كبيرة. اخر مرة لما لعبتها 2008 انا فاكر كويس قوي، كان حدث كبير، ولما كسبت كان الناس كلها عارفة بره مصر حتى لما سافرنا بعد كده، فالموضوع كان 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 يعني انا كنت متشرف طبعا ان انا كنت جزء من البطولة ساعتها، ومتشرف طبعا ان انا جزء من البطولة دلوقتي.